بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس، أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي نختار البطاطس الكويسة أو التقاوي الكويسة بتاعتنا؟ خلينا متفقين بس في الأول كده على إن البطاطس طبعا الوارد بتاع التقاوي بيبقى من مصدرين. المصدر الأول إن هي بتجيلنا من أوروبا، ودي على حسب الدولة، يعني ممكن بتيجي في شهر 12 في شهر 1. المهم ان هي احنا بنزرع من 15-12 في مصر بلدي، من 15-12 حتى 15-1 الامور بتبقى معاك كويسة جدا. دي تقاوي اللي هي وارد من اوروبا، يعني كان من فرنسا ولا انجلترا ولا من هولندا ولا ايا كان الدولة اللي وارد منها. تمام، بنزرع البطاطس دي وبنزرع وبنبدأ نحصدها اواخر 4 او بداية 5. بنبدأ نحصدها الناس اللي هي بتبدأ تخزن تقاوي، معروف ان هم بياخدوا الحبال الكبيرة اللي هي اللي فوق 50 بياخدوها وبيبيعوها، اما الباقي بيخزنوه في التلاجات على درجة 4 مئوي، بحيث ان احنا نبدأ نزرعه في شهر اكتوبر. تمام، وفي ناس طبعا زي المنيا مثلا بتزرع بدري شوي. المهم ان اللي احنا عايزين نتكلم النهاردة عن المصدر بقى اللي هو عندنا، التقاوي اللي احنا بنعملها عندنا في مصر او بتبقى في اي دولة عربية، يعني بيتعمل منها التقاوي ده. التقاوي دي المفروض هي مخزنة على التلاجة، في التلاجة بنطلعها قبل الزراعة باسبوع او بعشر ايام، وبنبدأ نسيبها في جو مفتوح او شبه مظلل زي ده هون على درجة حرارة ما تزيدش عن 30 يعني او 25 كويس جدا، بتبدأ في التحضير او ان هي بتبدأ تطلع النبتات الصغيرة بتاعتها. تمام، عشان بس ما تاخدش وقت كتير في التربة معانا، بتبدأ تحضر. المفروض انا قبل ما بزرع البطاطس دي المفروض ببدأ اعمل لها عملية فرز تاني. هي المفروض قبل ما بتدخل التلاجة المفروض بتم فرزها على السيور، وبيستبعد منها اللي فيه الندوات واللي فيه الجرب واللي فيه الكسر واللي فيه الحاجات دي كلها، المفروض بتستبعد. تمام، القصة دي ممكن ما تتمش بالشكل المطلوب، ولذلك احنا لما نبدأ نزرع تاني المفروض نفرزها في طبعا المحطات الكبيرة، تفرز في المحطات الكبيرة تاني. تمام، اما بالنسبه للمساحات الصغيره طبعا بتبقى زي الوضع اللي انتم شايفينه، بس في الاخر ان احنا بنفرزها تاني وبنبدا نشوف الوضع عامل ايه. بنفرز منها حاجه زي ديت، يبدو ان دي ما استوتش كويس في العام اللي قبل ما تتخزن، فابتدت تبقى بالشكل ده، حتى باين عليها طبعا مريشه اهيت، فدي بنستبعدها تماما. حاجه زي كده برضو بنستبعدها تماما، حاجه زي كده برضو بتستبعد تماما خالص. اللي هي فيها طريه ديت او مشكوك فيها بنشيلها برضو تماما، ما ينفعش. بنبدا ناخد البطاطسيه الممتازه ديت وبنشيل البرع من الطرف ده هو. تمام، دي بطاطسيه ممتازه جدا طبعا بالنسبه للجماعه اللي بصدعوا دماغتنا، بس دول يعني المهندس الصغير بس مش عايزه يتخض قوي من الحاجات ديت، يقول لكم بقسموها لاربع اقسام. تمام، من 28 ل 35 ومن 35 ل 45 ومن 45 ل 55 وفي بعد كده حاجه بسموها اب 55 او فوق ال 55. تمام، المناسب ان هو المفروض فوق ال 50 انا ما بستريحلهاش بصراحه في الزراعه في ايا كان، ولكن المناسب عندي اللي هي دهيت اللي هي من 35 ل 45 ديت ممتازه جدا جدا جدا، وهي ديت اللي ممكن نحط منها 5 في المتر. ممتازه وحاجة يعني كويسة جدا. تمام، دي بس الحباية تكون مزلطة، بيبدأ فيها البرعم زي ما حضراتكم شايفين كده هو، حاجة محترمة جدا. لو شفت كده برضو هتشيل ده اللي هي البرعم الطرفي ده هو، هتلاقي كله بالمنظر ده هو، فيه 1 2 3 4 4 عيون كويسين جدا جدا جدا. دي البطاطس بتاعة التقاوي، الافضل ان احنا نزرع ده هو. دي كويسة ما فيهاش مشكل خالص انها تتزرع. تمام، بس طبعا بتاخد كتير، بس الساق بتاعتها بتبقى هزيلة شوية. تمام، تنفع في الاراضي الطينية اكتر من اراضي الرملية، لان الاراضي الطينية اساسا بحكم الخصوبة بتاعتها الوراثية اساسا هي الخصوبة بتاعتها عالية، فالحبات الصغيرة دي بتبقى ممتازة جدا جدا جدا. تمام،
طبعا واحد يقول لي بقطع، والفيديو امبارح حصل عليه تعليق كتير من اخواننا الجزائريين، بما ان الجزائر بتصنف حسب يعني عالميا من البلاد اللي هي بتنتج كميات كبيرة من البطاطس، فبيعلقوا كتير التقطيع. لا احنا في ديت ما بنقطعش يا جماعه، ما ينفعش نقطع في دي، يعني في اللي هو الكسر ده ما ينفعش، اللي احنا بنقطع ايه بتاعه اوروبا، والتقطيع ده بيبقى له شغل تاني خالص، هنسرده في فيديو باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى، بنتكلم عليه ونقول ازاي بنقطع البطاطس وطريقه التقطيع بتاعتها. اللي احنا عايزين نوصله ان احنا لما بنفرز البطاطس بنشيل الحاجات الكبيره دهيت عشان اللي تحتها يبدا يطلع، و اللي بنستبعد الحاجات الوحشه دي كلها، اثار الجرب اذا كانت ندوات اذا كانت اعفان اذا كانت المشروخه دهيت، كل الحاجات ديت بتتشال، وبنبدا نجيب برميل زي ده هون، وبنبدا نحط فيه الفطر بتاعنا علشان برضو نبقى مضمونين بنملاه ميه، وبنبدا نغطس فيه اهو تمام، ونبدا نغطسه كده وبنحطه على النوالات او الخشب كده اهوت، بحيث ان هو يتصفى. بعد كده بنفرده على المفرش وبنبدا نفرزه الفرز ده اهوت، وبعد الفرز ده هو على طول بنبدا ناخده لان احنا نزرعه. ده البطاطس بتاعتنا، التقوي بتاعتنا اختيارها بكل سهولة وكل يسر، تطلع من التلاجة بتحطها حضرتك اهو، طلعها من التلاجة، التلاجة تكون محترمة ومش كل شوية تفصل عشان ما تعملكش مشاكل، الثابت بتاعها 4 درجة مئوي. رقم 2 ان احنا بتطلعها من التلاجة بتحطها في مكان شبه مظلل زي اللي حضرتك شايفه ده هو، بيكون على درجة حرارة من 25 ل 30، ممتاز جدا. بتبدأ هي تطلع او تحضر البراعم الجديدة بتاعتها تمام، وافضل حاجة يا جماعة المفروض تتعمل فعلا يعني، بس دي صعبة علينا ان احنا نعملها، المفروض بتفصل التلاجة تمام، ودرجة الحرارة بتاعها تبدأ تنبت، المفروض بتنزل بالتلاجة تاني عند درجة 10، ودرجة 10 ديت بتعمل ليه؟ بتخليلي البرعم اللي هو طالع ده هو الجديد قوي جدا، يعني البرعم الجديد ده بتخليهولي قوي جدا. ليه؟ يعني هو ابتدى يحضر وابتدى يطلع، فلقى برد ابتدى ايه؟ النمو بتاعه بيكون ضعيف، ولذلك بيكون قوي، يعني في النمو ضعيف بس ولكن في الحجم بتاعه بيكون قوي جدا في الحجم بتاعه، وان هو بيتحمل اي حاجه بعد كده، حتى الساق نفسه بيبقى ممتاز. بس طبعا الميزه دي يعني ممكن في الشركات الكبيره، ولكن الصغار المزارعين ما يعرفوش يعملوا الحكايه دي. التنبيت عندك ممتازه هون، الضرنه المفروض ما تقلش عن 50، تكون مزلطه، ما ندوس عليها كده ابص الاقيها مهريه او زي ديت كده، دي مش ضرنة خالص دي، والمفروض من الاول كانت تستبعد. اللي فيها ماده السولانين دي ماليش، ما فيش اي مشكله خالص فيها، الخضره دي ماليش، ما فيهاش مشكله، هي مشكلتها في الاكل، ولكن في الزراعه لا عادي خالص. دي طبعا كانت اتكشفت قبل الزراعه، وطبعا بان للشمس فعمل فيها الصبغه اللي انتم شايفينها ديت، الصبغه السولانيه السامه، بس ستات البيوت المفروض ما يعملوهاش، ولكن في الزراعه ما فيهاش اي مشكل طبعا ان هي تتزرع. بتطلع من التلاجة بعيد تاني، بتحطها في درجه 25 ل 30 في تحت ضوء شمس غير مباشر لضوء الشمس، بعد كده بتبدا تعقمها او بتحطها في البرميل ده هو، بيكون فيه مونكت او ريزوليكس او توبسين اللي عندك اشتغل بيه، ما فيش اي مشكل خالص عشان ما تبليش الارض بتاعتك. وممكن العمليه دي تتم، اصل في ناس بتدقق يعني، طب العمليه دي تتم بعد ما فيش مشكله يا سيدي، ممكن تعمل بودره، اعمل بودره، بس ده بيلزق اكتر. انا بشيل الكيس وبغطسه كله، بزود التركيز بتاعه كربون دازيم، اللي عندك اشتغل بيه ما فيش اي مشكل خالص، اهم شيء انك انت تحطها في الفطري علشان المشاكل اللي تحصل لنا في ربما يكون فيها اي حاجه فطريه، فبنلحقها من الاول وهي لسه ضرنا، بدل ما تعمل لنا وتنقل لنا مشاكل كتير. متواصلين ان شاء الله باذن الله تعالى في زراعه البطاطس، وبنتمنى اي حد يسال سؤال احنا تحت الامر للناس جميعا. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.